في هذه الحلقة من برنامج سياحة الصين، تعالوا معنا في رحلتنا البارية إلى محافظة هونغ، حيث سنتعرف على ثقافة وطريقة عيش العقليات القومية، وسنزور المنازل المحفوظة بشكل جيد على نحو 58 جيلا، وسنلقي نظرة أيضا على طريقة عيش مجموعة المستقبل المتفرقة القومية حاليا. نستكمل الآن هذه السلسلة من الحلقات المخصصة في محافظة هونغ الواقعة جنوب مقاطعة يونان، وكنا حتى الآن قد تعرفنا على محافظة جينش وشيبين، واليوم في هذه الحلقة من سياحة فيسين سنواصل التعرف أكثر على هونغ. Well, what do you know? You were just in the car, and what are the odds of chancing upon a local wedding celebration? The bride's over there. I can't figure out if they're two brides or if one is a bridesmaid, but they seem to have lots of gifts and their bed sheets and bed quilts, and they're there receiving the guests. There's a bit of hustle bustle going on. بعد أن تناولنا بعض الأطباق المعتادة المؤلفة من العجين والأرز على الفطور، حضرنا حفل زفاف محلي في المنطقة الجبلية على طريق المؤدي إلى محافظة هونغ. وكما علمنا فإن هذا اليوم يمثل يوما مميزا للسكان المحليين هنا. The brides are twins. They're having a double wedding. تنتمي العروسان إلى أقلية داي العرقية التي تمثل كثيرا في شعب تالندي. وفي الصين يعيش معظمهم في سيشان بانا ودهونغ وولاية تينبو. يدخل التابع الغربي على حفل زفاف هذا، حيث أن كلا العروسين ترتديان فساتين الشيفون البيضاء، في حين أن بعض الضيوف يرتدون الملابس التقليدية. Wow, it's real fate and destiny that they're both getting married on the same day. 太棒了！好，真的恭喜你们。 يعتبر الأرز هو الطبق الرئيسي في مطبخ قومية داي، والأرز اللزج هو اختصاصهم. يتميز طعامهم بالنكهات الحامضة والحارة، إلا أنني أجد أن الشعب هنا هم أكثر حرارة. 那你今天应该是非常高兴的，对吧？مرة أخرى نرى أنفسنا على طريق الطويل والمتعرج. تقع هونغ جنوب محافظة شيبين، وقد نحتاج إلى ساعتين ونصف إضافية للوصول إلى هناك. إن الطرق هنا معبدة بشكل جيد والمناظر جميلة. تعرف هونغ بموطن المغتربين الصينيين. التجار المحليون كانوا قد غادروا بلداتهم للبحث عن ثروات في أماكن أخرى حول الصين.
والآن عادوا بعد أن جمعوا الأموال لإعادة إعمار هذه المحافظة. Oh, it seems like our fortunes have really reversed. I mean, ever since we've bumped into that Thai twins, double blessing, wedding, you know, it seems like the sun had agreed with us and smiled at us for once. It's pretty good because we just dropped off our bags at our accommodation at Hong Kong, and now we are going straight towards Jiayin Village, and we want to catch the honey villages who are probably just going to be passing their day. Their rice terrace fields there, so I can't wait to see what that's like. I know it's not as famous as the one in Yuanyang, but it should be beautiful as well. And now, with the weather smiling at us for once, I think it should be a good sign. تشهر عقول الأرز الشاسع لقمية هاني والمحاطة بالطبيعة الخلابة والنباتات المريقة الخضراء منظرا خاطفا للأنظار. جزء من مهمتنا في هذه الرحلة الطويلة لهونغكونغ هو مشاهدة هذه العقول التي تشكل واحدة من أخطر المناطق الزراعية التراثية في العالم. ولعل أهم ميزة تتمتع بها هذه العقول هنا هي كثرة أشجار الكرز والخوخ. وعلى مر الأزمان قام شعب هاني بنحت هذه الوديان القالح وحولوها إلى جنة من محاصيل الأرز من خلال الدم والعرق والدموع. تمكنوا من تحويل المناطق الجبلية الفارغة إلى منطقة غنية إيكولوجيا وثقافيا. إن سجل الأقدام لشعب هاني يعود إلى وقت طويل حوالي القرن الثالث قبل الميلاد. في هونغكونغ يوجد حوالي 500 ألف مواطن ينتمون إلى قومية هاني وهم يعيشون في قرية جيعين. هذه اللحظات الثمينة من صعب التقاطها في الوقت الذي تكون فيه السماء ملبدة بالغيوم، ولكن حين تشرق الشمس على حقول الأرز هذه من زاوية تعطي وحجا قزحي الألوان لا مثيل له، عندها يمكنكم أن تشاهدوا منظرا ساهرا للغاية. تبعد قرية 19 دقائق بسيارة من جايين، وهذه هي مجموعة شعلونشان والتي تعني مؤسسات التنين الاثنتي عشرة. التعاون الاجتماعي هو الكلمة المفتاح في هذه المنطقة، حيث أن معظم المناطق هنا هي غير متطورة، لذا فلابد أن تعتمد على جيرانها. السكان هنا يستقبلون عددا قليلا من الزوار، لذلك فإنهم تمكنوا من المحافظة على التنوع البيولوجي. لا يوجد أي دخول هنا، فيمكنك فقط الاسترخاء والتأمل والتقدم والمشاركة في هذه اللقاءات الإرقية والخطوات الواسعة. لا يمكنك هنا إلا أن تتأثر ببساطة الحياة وطيبة قلوبهم، وهذا الشيء من صعب علينا نحن أبناء المدينة أن نفهمه. من المذهل أنهم لا يزالون يجدون الوقت لتعبير عن فرحهم عبر الرقص والغناء. بعد أن كنا شاهدنا تنوع الإرقي الفريد من نوعه لقرية تاسا، نتجه الآن إلى أقدم بلدة وهي بلدة جوفو التي تعتبر مثالا حيا للمناطق الريفية الساهرة. This is Zhuofu Village in Honghe County, and it's one of the earliest honey village here in Yunnan. Now, look at that amazing mud roofs and no, actually mud walls and thatch roofs. And in China, they call this a mushroom home. Kind of looks like that, doesn't it? And what's amazing is for 58 generations, they really kept to this way of life and they just preserved their culture. Just look at this little lane going up there. تنتشر على منحدرات الجبل هنا المنازل ذات طابقين أو ثلاثة طوابق. تتضمن منازل شعب هاني عمودا خشبيا قويا يوضع على أساس حجرية صلبة. هذا المكان هو واحد من الأمكنة القليلة حيث يمكنكم مشاهدة المنازل المبنية بطريقة رائعة. الحياة بسيطة هنا للغاية،
يعيش السكان وأبوابهم مفتوحة في معظم الأوقات، ويمكنكم أن تستأنسوا وتدخلوا لتجلسوا معهم. روح حسن الجوار هنا هي على أحسن ما يرام، ويعيش الناس مع بعضهم البعض بكل طمأنينة وتناغم. هم يعيشون في تناغم ليس فقط مع البشر بل مع الحيوانات أيضا. لا توجد أي فنادق هنا، لذلك فقد أجبرنا على العودة قبل حلول الليل. لا يزال يوجد أمامنا حوالي 37 كيلومترا من الطرقات الجبلية قبل أن نصل إلى هونغ خلال الليل، وستستغرق الرحلة حوالي ساعتين من زمان. لقد حان الوقت لنقول وداعا للقرية، ولكن الأمر قد لا يخلو من بعض العثرات على طول الطريق. So we finally got ourselves out of that tight spot. I'm feeling kind of dizzy and tired right now, but you know, it was all worth it because the honey people were so surprising. They wore their ethnic outfits still to this day, and that was a treat to see them. But this is not. See, my director decided to set up this little challenge for me to break into the local culture, and he wants me to sample either one of these three bugs. So there's a silk worm. No, this is a bamboo worm. That's a wasp, and these are crickets. Okay, so I'll go for the smallest cricket. Okay. Close my eyes. It's actually not bad. Look at this fella. Oh God, he's mean. Jesus, man. Okay, I can't see this. Okay. Hey, it's just fried. It tastes really fried. في هذه الحلقة من برنامج سياحة الصين، تعالوا معنا في رحلتنا البارية إلى محافظة هونغ، حيث سنتعرف على ثقافة وطريقة عيش الأقليات القومية، وسنزور المنازل المحفوظة بشكل جيد على نحو 58 جيلا، وسنلقي نظرة أيضا على طريقة عيش مجموعة المستقبل المتفرقة القومية حاني. كان الأمس تجربة ثقافية هائلة بالنسبة لنا. لقد قمنا بزيارة بلدتين لقومية حاني، واحدة كانت الأكبر والثانية كانت الأقدم، ولكن الجزء الأفضل كان المشاركة في النشاطات الحماسية لقومية حاني الإرقية. هذا الجزء من جنوب يونان يتمتع بثروة بيئية غنية وتنوع بيولوجي. يمكن لعشاق الطبيعة أن يأتوا إلى هنا ويتنفس الهواء النقي. حقول الروس المهيبة هنا والمحاطة بهذه المناظر الطبيعية الخلابة هي في غاية روعة. وإذا كنتم تخططون لزيارة هونغ، أفضل شيء يمكن أن تفعلوه هو أن تستعينوا بسائق محلي بتقريبا 1500 يوان باليوم. أن تكونوا تعرف الطرقات بشكل جيد، وهو شيء في غاية الأهمية هنا. So we're heading up towards Dayangjie, and it takes us about 1 hour to get through to 30 kilometers of road. Of course, it's mountainous and it's curvy, and you know that. But we decided to step out to check out the view. I mean, this is really romantic. It's just clouds clinging onto these mountains and just
seems like it came out from a little storybook. Although it doesn't quite feel this way, but it's pretty, pretty something. تقع دايانجيا على علو مرتفع، لذلك يطلق عليها السكان المحليون اسم القرية فوق الغيوم. ولهذا السبب أيضا يصف العديد من الأشخاص هذه القرية بأنها من الأجمل في الصين. ما زلنا نواصل صعودنا البطيء إلى أعلى، ووصلنا إلى نقطة أصبحت الغيوم تحجب فيها الرؤية. لذلك علينا الآن أن نكون حذرين للغاية، لأن هذه الطرقات الجبلية تتأثر بكثرة برياح الأدية والغيوم. هذا هو موطن مجموعة ياتشا المتفرعة عن قومية هانين، حوالي 75% منهم يعيش هنا، لذلك فإنه مكان لابد من زيارته. هناك حوالي 20 فرعا من أقلية قومية هاني، وهم كلهم لديهم العادات والأزياء المختلفة. يلبسون الملابس الحديثة كأي مكان آخر في الصين، ولكن يمكنكم رؤيتهم مزينين بالملابس التقليدية خلال المناسبات الخاصة. لقد كنا محظوظين أن صادفنا هؤلاء المصورين الهواة. لقد اصطفت نساء خاني أمام الكاميرا مرتديات السترات القطنية التقليدية والسراويل القصيرة. تقول الأساطير إن أسلافهم من رجال قد هربوا من المخاطر، وكانت ملابسهم قد احترأت من أغصان وفروع الأشجار. أما القبعة البيضاء فهي تروي حكاية تمويه ذاتية، حيث كان أجدادهم يختبئون من الأعداء خلف الزهور البيضاء مرتدين هذه القبعة البيضاء، وهم الآن يرتدون هذا الزي التقليدي للتقرين ماضيهم. في اللحظة التي تصل فيها إلى هذه البلدة سوف تنتهش بطريقة المرنة والمستدامة التي يعيش فيها السكان هنا. بالتأكيد النساء هنا يرتدين هذه السراويل القصيرة حسب طبيعة الموسم، ناهيك أيضا أما إذا كان يوجد هناك آلات تصوير أم لا في المكان. يعد انتهاء موسم زراعة الأرز في الشهر الثالث من تقويم القمري في شهر إبريل، يحتفل السكان المحليون، وعندها فقط يمكنكم التقاط أصالة روحهم المرحة، يحتفلن مرتديات الثوب التقليدي. هذه البلدة تتمتع بمزاج دافئ ومرحب، ويعتبر أي مبلغ من الأموال يجنونه من القطاع السياحي وفي بالغ الأهمية بالنسبة لهم. في هذه الحلقة من برنامج سياحة الصين تعالوا معنا في رحلتنا البارية إلى محافظة هونغكونغ، حيث سنتعرف على الثقافة وطريقة عيش الأقليات القومية، وسنزور المنازل المحفوظة بشكل جيد على نحو 58 جيلا، وسنلقي نظرة أيضا على طريقة عيش مجموعة المستقبل المتفرقة عن قومية هاني. لا نستطيع أن نوقف هطول الأمطار، ولكن يوجد هناك بوادر تحسن. ما زلنا نأمل أن يتحسن الوضع، والآن نحن في طريقنا للحصول على وليمة أصلية من مطبخ قومية هاني. الضيافة كانت رائعة جدا اليوم. السكان المحليون هنا حرصوا على أن يكون كل كوب ممتلئ، وتم التعامل مع الزوار بحرارة بالغة، كما أنهم وعدونا أن الشمس ستشرق، وإذ بهم صادقون في ذلك أيضا.
anytime that any guests will come, they'll come around, cheers, and you can't escape it. You'll have to drink their local made rice wine, and not too bad. It's very smooth and very fresh. I almost choked on that drink. ثق بإله شمس وعيش حياة سعيدة من خلال الشرب والغناء. يشتهر الشعب هاني بمواهبهم في هذا المجال، وهم الآن يمارسون نوعا من سحر الخاص بهم. يشكل الروس جزءا لا يتجزأ من حياة شعب ضمير هاني، وهذا المكان يطعمهم ويخلق لهم فرصا للعمل. بعد تناول الطعام قاموا بدعوتنا لرقص. إن صوت الطبول البدائي قد أقرى الراقصين إلى ساحة الرقص بطريقة ساهرة. إن حركات الرقص التي يقومون بها تنسجم بشكل مثالي مع الأزياء التي يرتدونها. إن حركات الرقص التي تقوم بها النساء تبدو ساهرة ومخزية للغاية. لا أعرف ما إذا كان هذا الشعور بالنشوة هو من الحلي التي يرتدونها أو من هزهزة الخصر أم حركات الأقدام، ولكني أنا وهؤلاء الأطفال قد استمتعنا بمشاهدة ذلك كثيرا. تقفز مجموعة ييتشا التابعة لقومية هاني الأرض التي يمشون عليها ويعملون بها. هم يعبدون قوة الطبيعة من الأرض والسماء والغابات والتلال، لأنهم يعلمون أنها تشكل جزءا هاما من قوة تفوق أي توقعات. الرقصات والصلاة والقرابين بالنسبة لهم هي كلها طرق لتعبير عن شكرهم للمحاصيل التي يحصدونها. إن طريقتهم هذه تجعلني أنظر بكل تقدير وتواضع إلى هذا الكون. إني أكره أن أقول وداعا لدايانجين، هذا المكان الغامض الواعي على ارتفاع عال، لكن حقيقة أن السماء كانت تمطر بشدة حين وصلنا. لم تمكننا من مشاهدة المناظر بشكل جيد، ولكن التواجد هنا على هذا الجبل وسط الغيوم البيضاء والضباب أعطانا شعورا ولو لوحدة وجيزة بأننا قد هبطنا من السماء. Like God had put these major dry ice in the middle of the mountain, and these dry ice are there to make this grand entrance for a very special VIP who's going to walk through the stage. I mean, this is the Garden of Eden. Wow. Gosh. That's clouds just coming in from there. And it's just blowing in and just enveloping this whole dramatic landscape. It feels like something is going to happen, kind of like a movie set of a Harry Potter movie. Hallelujah. Can I just sing? Hallelujah. I feel the power.
إذا لقد قصدنا حتى الآن جانشوي وشيبين وخونغهي، والآن سنواصل رحلتنا لتعرف على بقية محافظة خونغهي، وهذا يعني المزيد من التحولات والانعطافات خلال رحلتنا على طريق يلي حظي سعيد. إن 75% من طبيعة أراض خونغهي هي تضاريس جبلية، فقد استغرقت الرحلة منا 2.5 ساعة لعبور الطرقات الرطبة والجافة للعودة إلى بلدة إيسا. خونغهي معروفة باسم موطن المغتربين، لأن السكان المحليين في السابق كانوا يهاجرون إلى الخارج مع الحفاظ على تعلقهم الشديد بالصين وهذه المنطقة، ومن الواضح أنهم أحضروا ثرواتهم معهم إلى هنا. Long time ago, local merchants left to Southeast Asia on horses, and they were trading, and they made lots of money, made a pile, and they came back and built something like this, which has a bit of Southeast Asian flavor. Really nice. You know, Honghe County has been so interesting. It's got such a fascinating mix of authentic honey culture, and really, it's not a place that comes to mind for travelers, which is a pity, but now the secret is out. And our next stop is going to be Yuanyang, and I've got high expectations for that place.